لو عطس المصلي هو يصلي، هل يجوز ان يقول الحمد لله؟ نعم يجوز يقول الحمد لله ولا حرج، وحتى يجوز ان يطلع الكلينكس ما في حرج يجوز، وهذا للضروره لا حرج انك تتحرك. ترى يا اخوان يجوز وانت تتوضا تغسل ايدك مره، تتمضمض مره، كل اعضائك مره، والحديث في البخاري يجوز مرتين مرتين مرتين، ويجوز ثلاث ثلاث ثلاث، لكن الاذن والراس مره واحده، يجوز مره او ثنتين او ثلاث. يعتقد البعض من الناس للاسف قبل كل وضوء لازم يدخل حمام ويغسل فرجه اذا خرج منه صوت او ريح. لا ما تغسل شيء، بس تتوضا وتصلي. يعني مو لازم اغسل، خلاف السنه، بل جاء في الصحيحين ان الرسول توضا وصلى. الاعتقاد ان الزواج في شهر شوال او في شهر محرم او في بعض الاشهر انه مشؤوم غير صحيح. الزواج وعقد الزواج في كل الشهور حتى في رمضان عقد الزواج كله صحيح ان شاء الله تعالى. البعض من الناس نشوفه في المسجد لما يصلي يرفع صوته في القراءة ويشوش على الذي بجانبه، رفع الصوت محرم وتشويش محرم أيضا. الأصل أنك تقرأ وتحرك شفتك وتسمع نفسك، ما يجوز تشوش على الناس. يا أخوان ما في كلام تقوله أو أذكار تقولها قبل تكبيرة الإحرام، قبل تصلي تقول فقط الله أكبر، يعني ما أقول شيء، لا تقول شيء، يعني بس الله أكبر، بس الله أكبر وتصلي. أما ترفض بالنية والألفاظ غير صحيح. يجوز وانت تصلي تتحرك للحاجه، مثال واحد اتصل عليك تسكر الجوال، واحد طق عليك الباب تتقدم وتفتح الباب، انا قاعد اصلي وناس بتمر تتقدم او تروح يمين او يسار، الحركه هذه جائزه للضروره ما في حرج. ساعات يضطر الانسان انه يصلي بروحه، هل لازم انه يقيم الصلاه؟ اذا قمت الصلاه ولو كنت بروحك صلى معك ملكان كما قال عليه الصلاه والسلام. ولو صليت بدون اقامه الصلاه صحيحه، لكن اقم الصلاه. أحب أبشر كل واحد يترك بيته وتجارته وزوجته وعياله يروح يصلي مع الجماعة، أجرك عند الله تطهر ببيتك وتمشي إلى المسجد أجر حاج محرم. شوف الأجر وصل مع الجماعة. البعض يسأل يقول ما حكم التعطر أو التطيب من طيب فيه كحول؟ يجوز أني أصلي فيه؟ يجوز أن تتعطر بعطر ولو كان فيه نسبة كحول، ما عليك حرج إن شاء الله تعالى، تطيب ورخصل مع الجماعة. للأسف نعرف ناس تحج وتعتمر وتصلي، لكن المؤسف والله العظيم إنها ما أثرت بأخلاقهم. أديت الناس بأخلاقك، ترى من علامات قبول عملك يبين بأخلاقك أثر العبادة. في سنة مهجورة للأسف ما يطبقها البعض كبارا وصغارا، ألا وهي قضية إنه قبل ينام يجمع كفيه يقرأ قول الله أحد والمعوذات ثلاثا فينفث فيهما ويمسح وجهه ورأسه وما استطاع من جسده. تبي الحفظ، إن الله يحفظك، احفظ هذه وطبقها.